اهلا وسهلا، كنتمنى تكونوا بخير وحوالكم طيبه. مرحبا بكم معايا اليوم. نمشيو نضربوا دويره في واحد السونتر كوميرسيال ونمشيو لاكسيون بالاخص ونوريكم اشنو كاين في اكسيون، اش نقدروا نشريو واش ما نقدروش نشريو. ولا كنتو جداد مرحبا بكم، والقدام دائما كنقول لكم الدار هاي داركم. عجبكم الفيديو ما تنسونيش من اللايكات والاشتراكات، وخليكم معايا حتى الاخر باش تشوفوا اش كاين في اكسيون. شكرا. كما كتعرفوا بهذه الظروف اللي حنا فيها ما تنقدروش نشريو اللي بغينا في كاع المحلات، ماشي غير اكسيون. خليكم وتما تشوفوا شنو كان. بحال دابا هنا كيبان لكم هاد الباشي راهم دايرينه، يعني هاد الحوايج ما تنقدروش نشريوهم. هذاك الباشي الزرق حتى هو، هاد الحويجات راه ماشي كلشي تيقدروا يتشراو، راه كاينين الناس اللي داو الحوايج مشاو حتى لاكيس وقالوا لهم لا ما تيفوتوش، يعني على حساب لارتيك. لان على حساب ما فهمت كاينين شي غيول مسدودين، ولكن الناس هما اللي حيدوا الباش، هما اللي جاو قطعوه وداو زعما على اساس انهم يقدروا يفوتوا ديك الحاجه، ولكن راه ما قدروش. كاين حويجات قلال يعني خاص ديال ليجيان تقدروا تشريو كاملين، داكشي الحمام لي بارفون هادو كيتشراو، لي فورنيتور سكولير تشريوهم، هاد الادوات المدرسيه تشريوهم كاملين، تقدروا تشريوهم ماشي مشكله، كاينين موجودين. خلي الغيو ديالهم محلول كما تشوفوا، هذا ديال البلاطويات راه مسدود، هذا ديال الديكور ديال الورد وداكشي لي بورتفوليو هادو كلهم مسدودين ما تيتباعوش. هاد الشموع هادي راه كانت مسدوده، ولكن الناس راه محلوا قطعوا هذاك الباش ديالها عند النص، راه ما تيفوتوش. كيفوتوا شي وحدين ما كيفوتوا، الشمع العادي تيفوت، ولكن الا كان شي ديكور شي حاجه راه ما تيفوتش. هادو ديال السويع والو ما كانش، حتى هنا هاد الديكور هذا تا هو راه سادين عليه، راه كي ما تشوفوا كاين شي بصه كان شي غيوع ما ندخلولوش بالمره. هذا ديال البريكولاج كله محلول، يعني تشري اللي بغيتي من البريكولاج كانوا سادينو، دابا عاود راه حلوه. البلاطويات وهذا الطباصل وهذا نشريوهم ما كاينش شي مشكل. الحوايج تقاشر داكشي ما تيتشراوش بالاخص. هادو تاع الماكله كاين لي بواسون، ما هو اصلا ما فيش بزاف كما تعرفوا، في غير حويجات صغير كيتباع كلشي كيفوت. جربنا خدينا شي حويجات دازو هاد لي زابيريتيف تيفوتو، تنقدروا نشريوهم. لي بواسون هادوك لي كانيت وهادوك تيفوتو، جربناهم فاتو حتى هما. كما قلت لكم هنا هاد لي فيغ هادو تما يفوتو. هادو الحوايج ديال الكوزين تقريبا كلهم تيفوتو، تقريبا كلهم جربنا كلشي تيفوتو. لي بلاطو الطباصل لي طاس وهادوك لي فيغ هادو كاع كيفوتو كاملين. هادو تا لازم نحسبوها مع لي جيان، هادي تيتفوت لان فيها الصابون والديدورون لي كريم يفوتو. لي بوكل دوغي وداكشي ما يفوتوش. هادو الشيء راه مسدود، هاد الغيون تاع لي شوسيت وهذا راه مسدود عين الناس لي حالينو. المهم هادشي اللي كان، ما يعني ما كاينش الاختيار، ما عندكش لو شوا بزاف، تاخذ حاجه اللي تقدر تمشي حتى لاكيس وتقول لك راه ما كايناش، على حساب شنو عندهم هما. يعني الناس ما عارفاش، وكاينين شي ناس اللي هزوا شي حوايج، هزوا بلاطويات، هزوا شي حوايج مشاو لاكيس وما فاتو لهمش. وهادشي اللي كان، هادشي ديال الكوزينه كله كيفوت، هذا كله سون، يعني هذا كلشي كيفوت. هذا محلول بعد هاد الغيوم محلول، ما حابسين فيه حتى شي حاجه، مقالي ليمول هذاك لي كوفير كلشي هادشي تيفوت. لي فيغ لي طاس لي سوطاس، ما عند الكوزينه من الطرف شريو ماشي مشكله. كي محلولين هادو تيخلوهم كما تشوفوا، وحتى الناس راه ما كاينينش بزاف، الناس راه ما كيجيوش بزاف. وهاد اكسيون عاد جديده، هادي يلا فتحنا في هاد السونتر اللي انا مشيت له، ولا قريب ليا هاد الاكسيون. كنت كنمشي دائما باش كنصور لكم، كنت كنمشي لواحد الاكسيون شويه بعيد عليا، هذا حتى الدار جابوه قربوه ليا هكا، باش بقى ان شاء الله فيما يكون شي جديد ديال الاكسيون ان شاء الله نحطو لكم. وهذا الشيء كما تشوفوا ديال المناجر كلشي راه مكاينين، هذا تما راه مخلينا. المهم الحوايج ديال الميناج جافيل برودوي ليسيف برودوي اللي كتفيسيل، هادشي كلشي كاينين. هادو تما باش ديرو لي كاطو كلشي راه كاين، لي فيغ دوزوغ لي بلاطو لي مول هادو كلشي راه مكاينين موجودين. هادو
كنا عارفين الناس اللي تجلس في الدار كتبقى تبدل شويه الكوزينه بالاخص يديروا لي كاكو. ايوا هادشي اللي كان، هادشي اللي كان اللي وريتكم، هذا ما كانش جديد في تقدروا تشوفوا كاين بلاطويات زوينين ولكن راهم مضرقينهم. طليت عليهم شفتهم، كاين شي اكسيون اللي في شي بلاد اخرى ماشي فرنسا صوروهم، راه بحال بحال هذوك اللي بلاطو صغير. ولا كنت واحد المره صورتو لكم في واحد الفيديو ديال اكسيون عاوتاني درتهم بالطوغي وبالارجنتيك، راهم كاينين دابا موجودين شكيل اخر عيب بحال نفس البلاطويات، عيب دير لهم ديكور. هذوك راهم موجودين ولكن حنا عندنا راه مازال مغطينهم، غنستناو ان شاء الله بالك يحلوا البرومي ديسمبر قالك غادي يحلوا. الى حلوا ان شاء الله نمشي نصور ندير لكم فيديو تما ديال البلاط الجديد. كان البلاط زوين زوين بحال بصراحه، كنتسناهم تيحلوا باغي نشري منهم. كاينين هذوك لي بلاطويات اللي عندهم رجلين اللي كنت واحد المره صورت لكم، هذوك راه كاينين شكل اخر حتى هو زوين عجبني ان شاء الله يربي. كاينين هادو، هادو لا ما يفوتوش حاطينهم هناكم تشوفوا هادو حتى هما راه زوينه. هادي حتى هي التبصل ديالها ديال البورسلين هادو. المهم حنا دزنا لاكيس، غادي نخليكم معايا تشوفوا شويه هذا السونتر كوميسار، راه خاوي كما تشوفوا، راه بزاف د المكازا سادين، فيه بيوت، فيه بولونجي، بولونجي حال بيوت راه ساد، وفيه بزاف ديال المكازا بالاخص ديال الديكور. الصحراء كلشي ساد بهاد الظروف، راه كلشي سادين، ما كاين داكشي اللي كيبيعو ماشي ضروري زعما واحد يشريه. ان شاء الله نهار نكونو حالين نجيب لكم هنا لهاد السونتر ونصور لكم فيه، فيه مكازا زوينين، كاينين ديال الفراش، كاينين خاصني بالديكورات، يعني الديكور داكشي جديد زوين 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 داكشي. ان شاء الله يربي نجيب لكم هاد المرة ونصور لكم وتفوجوا معايا عاوتاني شويه. نتساراو دائما تنقول لكم راه اللي ما يشرى يتنزه، وبالاخص هذا السونتر هذا تيكون حل حتى لحد نهار كامل، لان بعض المرات لحد كنجي لحد هنا كلشي تقريبا كيكون ساد، هو من المكازا اللي كيبقاو حالين ملي كنجي كنتسارى فيه شويه هكا كنشوف افكار كنشوف الديكور شنو كاين، وكيكونوا المكازا حالين الا عجبتك حاجه تشري ما عجبتكش. المهم واحد راه تسارى وفوج وشاف شنو خاصو وشنو عنده وشنو ما عندوش، وتندوزو به حتى الوقت. وكنتمنى نكون كنت خفيفه ظريفه على قلوبكم، وشكرا لكم، وكنتمنى نلقاكم في فيديو جديد بالصحه كامله ان شاء الله يا ربي. وتنشكركم بزاف على دعمكم وعلى تشجيعكم، شكرا لكم ومع السلامه، وان شاء الله يا ربي تكون دائما دائما بخير وباحسن حال. شكرا، باي باي ومع السلامه، الى اللقاء.